سورة المعارج تسمى سورة سأل سائل، وتسمى أيضا سورة الواقع، وهي سورة مكية. وفي بداية السورة تحكي لنا جزء يعني من استهزاء المشركين والكفار بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من حلول العذاب بهم إن ماتوا على الكفر والشرك، فكأنهم استنكروا ذلك، ورد الله تبارك وتعالى على هؤلاء المكذبين والمعاندين. وبعد ذلك انتقلت السورة إلى تصوير طبيعة الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، ثم ذكر بعض الأمور التي تمدح في الإنسان من المحافظة على الصلاة والمحافظة على الأمانات والإيمان باليوم الآخر وحفظ العهود والمواثيق. وبعد ذلك في آخر السورة كانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتوبيخ للكفار على مسالكهم الخبيثة في يعني إزاء دعوتهم للإسلام. فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع. والمعنى دعا داع على نفسه بعذاب واقع. وهذا السائل قيل هو النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقيل أنه النضر بن الحارث، وقيل أنه أبو جهل. فسأل سائل بعذاب واقع، فهذا قول اللي هو مسألة لما الشيخ ذكر إنه قال دعا على نفسه بالعذاب. سأل يعني دعا، طلب من الله سبحانه وتعالى بالعذاب. وإحنا الآية دي تكررت معنا في التفسير لما قال الكفار: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، كان المفروض الطبيعي نقوله إيه؟ فهدنا إليه. ولكن كان كفرهم كفر عناد واستكبار، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني دعوا أن يمطروا بالحجارة والعذاب الأليم، فدعوا سألوا الله بهذا. فهذا يسمى إيه؟ كفر عناد واستكبار. وهناك معنى آخر، كلمة سأل سائل بعذاب واقع يعني كأنه استهزأ، إن هو يعني سأل، يسأل من السؤال. المعنى الأول سأل بمعنى الدعاء، والمعنى الثاني سأل بمعنى السؤال، يعني هل هناك عذاب؟ كأنه ينكر هذا العذاب. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني هو كائن للكافرين ليس له دافع، يعني لا يستطيع أحد أن يدفع ذلك العذاب الواقع أحد. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أي ذي المصاعد التي تصعد فيها الملائكة. وقيل المعارج يعني العظمة، فدي معنى كلمة المعارج، إما أن تكون بمعنى العظمة، وإما أن تكون المصاعد يعني التي تصعد فيها الملائكة بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا أن المعارج معناها السماوات، يعني فالسماوات هي ملك لله عز وجل، ذي المعارج يعني صاحب السماوات سبحانه وتعالى. فورد ذلك عن ابن عباس، وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. وبعض المفسرين أيضا قالوا ذي المعارج يعني ذي النعم والمنن، كما ورد عن قتادة رحمه الله. ومنها أنها الدرجات التي يعطيها الله عز وجل لأوليائه في الجنة، فالجنة معلوم أنها درجات والنار دركات لأسفل، فصاحب المعارج يعني صاحب. وكل هذه يعني ممكن أن تشملها هذه الكلمة، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب السماوات، وهو صاحب الأمور العظيمة، وهو صاحب الدرجات يعني التي تعطى للمؤمن. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني تصعد إلى الله عز وجل في تلك المعارج التي جعلها الله لهم. والروح يعني جبريل، تعرج الملائكة والروح. كلمة الروح بعض المفسرين قالوا أنه جبريل عليه السلام، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، يعني جبريل من ضمن الملائكة، لكن ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذكر الملائكة لشرفه ومكانته وفضله. وقيل أن الروح معناها كل أرواح جنس، يعني أرواح بني آدم، فالملائكة فالروح أرواح بني آدم تعرج إلى الله تبارك وتعالى. وقيل أن الروح ملك خاص يسمى الروح، يعرج الله عز وجل، ولكن الأرجح الأقوال أنه جبريل
عليه السلام، وقد ذكره الله تبارك وتعالى باسم الروح في أكثر من آية. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني المراد يوم القيامة. مدة موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين، ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وهذا هو أرجح الأقوال. أرجح الأقوال أن المقصود بيوم كان مقداره 50,000 سنة هو إيه؟ هو يوم القيامة. وبعض المفسرين قالوا أنه المقصود به الزمن الذي تأخذه الملائكة في الصعود، في العروج، يعني لو كان يأخذه غيرهم، يعني الملائكة بتصعد في ثواني، أما لو صعد غيرهم فسوف يصعد في 50,000 سنة، ولكن الراجح في يوم كان مقداره 50,000 سنة لدلالة الآيات التي تدل عليه بعد ذلك، ولورود ذلك في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر يوم القيامة قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، يعني لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا قبل كده قول الشيخ الإسلام تيمية، قال ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا جزع فيه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب فيه، والهجر الجميل هو الذي لا إيذاء فيه. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا يعني مستبعدا محالا، ونراه قريبا. ولا شك أن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن لا ينبغي أن تقاس الصفات الدنيا على يعني ما عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس يستبعدون، ومر سنوات كثيرة، وقد قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر. ونراه قريبا، القريب عند الله سبحانه وتعالى غير القريب عند الناس. وكما ذكرنا في الآية إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة 1400 وشوية، لا ما يسويش إيه؟ يوم ونصف في ميزان الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الأيام، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، جاء هذا في موطنين، وهنا جاء اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن اليوم الذي في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. وده الأحد أيام الستة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى. واليوم الألف اللي هو في سورة السجدة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، سورة الحج إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي السجدة في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده، قال هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى. مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا الملائكة بتقطعها في يعني لمح البصر. أما لو تصور أن يصعد إنسان في هذا لكان إيه؟ لمكث 1000 سنة. واليوم 50,000 سنة هنا هو يوم إيه؟ هو يوم القيامة. هناك وجه آخر، أن بعض العلماء أو بعض المفسرين قالوا أن المراد بجميعها يوم القيامة، اللي هو 1000 سنة والخمسين ألف، ولكن هذا يكون باختلاف حال المؤمن وحال الكافر. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قال هو حتى يوم عسير حتى على المؤمن لطوله ولكثرة الإيه؟ لكثرة يعني الأحداث فيه ولكثرة المواقف وانتظار الناس لفصل القضاء، كل هذا يكون فيه عسرة، ولكنه على الكافرين يزداد عسرة على الكافرين، فهو على الكافرين غير يسير. ولكن لعل الراجح أنه إيه؟ أن المقصود هنا هو يوم القيامة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء. فكل هذا بدل من إيه؟ في يوم كان مقدره 50,000 سنة، فكان ربنا سبحانه وتعالى فصل هذا اليوم بعد ذلك في الآيات الأخرى. يقول الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقلنا أن القرب بالنسبة لله عز وجل غير القرب بالنسبة للبشر، فلا يقاس قريبا ولم يأتي إلى الآن، لا أنتوا يعني لا تقيسون القرب بالنسبة إلى البشر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ثم فصل الله تبارك وتعالى طرفا مما يحدث في هذا اليوم العظيم. يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل
قال الشيخ الأشقر رحمه الله: يعني المهل هو ماء أذيب من النحاس والرصاص والفضة، وقيل هو دردي الزيت. يعني كلمة المهل ماء أذيب من النحاس والفضة يعني يكون سائلا، وقيل هو دردي الزيت. دردي الزيت اللي هو عكر الزيت، لما الواحد كده بيقلي حاجة في الزيت يتبقى شيء إيه، عكر كده أسود في الأخير، يعني في آخر الإناء. فهذا هو عكر الزيت، تصير السماء العظيمة الشاهقة الكبيرة مثل دردي الزيت، أو تصير سائلة. وطبعا وردت يعني آيات كثيرة تدل أن السماء تتشقق وتتفطر وتكون هنا كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. كالعهن يعني كالصوف المصبوغ. ورد هذا في سورة إيه؟ سورة القارعة. تكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف اللي هو المنفوش وتتقذفه الرياح وتتطاير به، هذا يكون حال الجبال. واحنا قلنا لو انتم فاكرين احنا مره كنا ايه اتكلمنا بالتفصيل عن حال الجبال يوم القيامة، وخلي هذا ايه نشاط، يعني اذكر، اكتب كده في السؤال اذكر الاحوال التي تمر بها الجبال في يوم القيامة، وهل فيها تعارض؟ احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل ان الجبال هتكون ايه كثيبة مهيلة ينسفها ربي نسفة، يعني اكثر من ايه في الايات التي ذكرت فيها. طبعا احنا مر علينا في الجزء اللي فات اكثر يعني الاشياء التي تمر بها الجبال في يوم القيامة، فانت كده حاول تتفكر في الايات وتكتبها وتكتب يعني ايه تفسير ده. اتفضل اذكر احوال، احنا قلنا ايه حال الجبال يوم القيامة او احوال الجبال يعني يوم القيامة، لان هي اكتر من حال يعني. وهل بينها تعارض؟ هل بين هذه الاحوال؟ طبعا ليس بينها تعارض، لكنها ايه مراحل، تصير تكون كثيبا مهيلا، ثم تكون كالعهن المنفوش، ثم تكون هباء منبثا كما في سورة الواقعة، يعني ايه على مراحل. وتكون الجبال كالعهن. وفي هذا اليوم أيضا: ولا يسأل حميم حميمة، يعني لا يسأل قريب قريبه عن نشأته في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال. الحميم اللي هو الإيه؟ اللي هو القريب، قريب الإنسان أو الصديق القريب منه، إما بالنسب وإما بالقرب يعني معنوي يعني يحبه. ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم، أي يرى كل إنسان قريبه العزيز عليه فيعرفه، لا يخفى منهم أحد عن أحد، ولا يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضا، لأن كلا مشغول بهم نفسه. هو يبصرونهم يعني يرى بعضهم بعضا، هذا الحميم يرى قريب، مش هو مش عارفه، لا هو يعرفه ويعلمه ويتأكد أن هذا قريبه الذي كان يحبه. يبصرونهم ثم يقول الله تبارك وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم هو كل مذنب ذنبا يستحق عليه النار، هذا هو المجرم الحقيقي. المجرمون إما أن يكونوا الكفار وإما أن يكونوا المذنبون الذين يستحقون النار على ذنوبه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يعني يوم القيامة الذي نزل به ببنيه وصاحبته، أي زوجته، بنيه ابنه الذي يعني انتظر فترة طويلة حتى يخرج هذا الولد، وكان يحبه ويرعاه وينفق عليه ويعني يعطف عليه ويحن عليه، كل هذا في يتمنى أن يفتدي به من شدة الهول يوم القيامة. وصاحبته يعني زوجته، تطلق الصاحبة على الزوجة، وصاحبته وأخيه. فإن هؤلاء أعز الناس عليه وأكرمهم لديه، فلو قبل منه الفداء لفدى بهم نفسه وخلصها مما نزل به من العذاب. يعني كان لو قبل منه يفتدي من إيه؟ ببنيه صاحبته وأخيه. ثم بعد ذلك أيضا: وفصيلته التي تؤويه، أي عشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسب أو عند الشدائد ويأوي إليهم. فصيلة اللي هي العشيرة، قبيلة والعائلة التي كان يعني يحتفي بها ويحتمي بها ويفتخر بها، يتمنى أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بهذه العائلة. طيب كل هذا لا ينفع، يفتدي من ببنيه فلا ينفع، بصاحبته وأخيه فلا ينفع، فيصعد أكثر. وفصيلته التي تؤويه، العيلة كلها مش مشكلة، روح في 60 سلام، فلا ينفع.
فيقول ايه؟ ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. انظر الى هذا الموقف العظيم، يتمنى ان يفتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى بمين؟ بكم واحد؟ كم الف؟ ولا كم مليون؟ ولا كم مليار؟ احنا دلوقتي على الارض كم مليار؟ اكتر من 7 مليار وشوية طبعا، وقبل كده وبعد كده. ومن في الارض جميعا، تخيل كلمة، يعني حاول كده تتصور كلمة من في الارض جميعا، من شدة العذاب ومن هول العذاب يوم القيامة، يتمنى ان يفتدي من عذاب الله عز وجل بمن في الارض، بمليارات البشر، يا رب خدهم وعذبهم كلهم لكن انجو من عذابك. نسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم من عذابه سبحانه وتعالى يوم يبعث عباده سبحانه وتعالى. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، يعني يود المجرم لو يفتدي بمن في الارض جميعا من الثقلين، حتى كمان من الثقلين، من الانس والجن وغيرهما من الخلائق، ثم ينجيه، يعني ذلك الافتداء من عذاب جهنم. ثم تأتيه أقصى إجابة، هو المجرم يتمنى أنه يفتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى، فتأتيه أقصى إجابة اللي هي إيه؟ كلا، يعني لا يكون ذلك، كلا إنها لظى. ولظى هي اسم لجهنم، واشتقاقها من التلظي في النار، وهو التلهب. تلهب هو يسمى إيه؟ تلظي، وهذا من أسماء النار. احنا قلنا قبل كده الإخوة يحاولوا إيه؟ يجيبوا بعض أسماء النار التي وردت في كتاب الله، زي جهنم والهوية ولظى السعير وغير ذلك، فمن أسمائها لظى والعياذ بالله. وقيل أيضا أن كلمة لظى هي لطبقة من طبقات جهنم، يعني قيل هي اسم من أسماء جهنم عموما، وقيل هي من طبقة من طبقاتها، واللظى هو اللهب الخالص والعياذ بالله. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والشواة هي جلدة الرأس، الشواة بفتح الشين يعني جلدة الرأس، وهي من جوارح الإنسان. وقيل الشواه يعني قيل إن هي من جوارح الإنسان اللي هي الجلد عموما يعني، وهذه أيضا من شدة هذه النار، كلا إن نزاعة للشوى، يعني تنزع إما الجلد وإما تنزع إيه؟ فروة الرأس، من شدة النار. تخيل النار تنزع فروة رأس الإنسان والعياذ بالله. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، أي أن جهنم تنادي من أدبر عن الحق في الدنيا وتولى، يعني أعرض عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، وكمان ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها يعني إيه؟ يعني تركتها وتوليت عنها ولم تعتبر بها، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فتدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يعني جمع المال فجعله في وعاء فلم ينفق منه في سبيل الله، قعد يجمع المال من الحلال ومن الحرام ومن ما يجوز ومن ما لا يجوز، فجمع المال واهتم بجمع المال ولم يتبين فيه، فهذا الذي يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى واصفا هذا الإنسان الجاحد، يقول إن الإنسان خلق هلوعا، والهلع هو أشد الحرص وأسوأ الجزع، وأسوأ الجزع وأفحشه، هذا الهلع، أن واحد يكون حريص على المال وحريص على الدنيا وحريص على ألا يضيع يعني شيء منها، ألا يضيع شيء منها. إن الإنسان خلق هلوعا، ثم فسر الله سبحانه وتعالى هذا الهلوع، يعني إيه هلوعا؟ فيفسر الله تبارك وتعالى يقول إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني إذا أصابه الشر يعني أصابه الفقر والحاجة، هي شر بالنسبة له، أو المرض، كل هذه شرور أو نحو ذلك، فهو كثير الجزع، يعني لا يصبر على هذه الأمور. وإذا مسه الخير، طب لما يمس الخير المال والأولاد وغير ذلك، وإذا مسه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحوها، فهو كثير المنع والإمساك. وإذا مسه الشر، وإذا مسه الخير منوعا، يعني يمنع ذلك ويمنع فضل الله سبحانه وتعالى. قارون لما أتاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني المفاتيح كنوز قارون فقط، لا تستطيع مجموعة من الرجال أن تحمل المفاتيح، ده المفاتيح بس، فما بالك بما في داخل هذه الكنوز من مجوهرات وكذا. فقومه يعني طبعا اغتر به البعض، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ونسوا أنه يعني جحد حق الله سبحانه وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي. الصالحون قالوا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيحة، فلا ألا إنما أوتيته على علم عندي، فهو منع
مع ان ربنا سبحانه وتعالى الذي اعطاه هذه الاموال العظيمه وكان ينبغي عليه ان يؤدي حق الله اما بالزكاه المفروضه واما بالنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الزكاه وهذه الصدقات مما يحافظ على مال الانسان اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. هذا الانسان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى المقصود به الانسان اما ان يكون جنس واما ان يقصد به الكافر، يعني ان يكون هذا هو اصل الانسان يعني كل انسان، او يقصد به الانسان الكافر اللي هو ايه يعني لا يعرف الله عز وجل حقا. اما المؤمن التقي فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، لما يصيبه خير يشكر الله عز وجل، وان اصابته ضراء لا يفعل مثل هذا اذا مسه الشر جزوعا، لكن المؤمن ايه ان اصابته ضراء ايه صبر فكان خيرا له. ثم يقول الله تبارك وتعالى يستثني من هذا الجنس الذي ذمه، يقول الا المصلين يعني المقيمين للصلاة، يعني انهم ليسوا على تلك الصفة من الهلع والجزع والمنع. ان الانسان كل انسان خلق هلوعا الا كما قال مر علينا سورة العصر ان الانسان لفي خسر، كل الانسان ايه في خسران وهلاك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما مر معنا في سورة العصر. هنا ايضا استثنى المؤمنين الذين اطاعوا الله تبارك وتعالى وذكر بعض اعمالهم، قال الا المصلين يعني المقيمين للصلاه، يعني انهم ليسوا على تلك الصفه من الهلع والجزع والمنع، الذين هم على صلاتهم دائمون يعني لا يشغلهم عنها شاغل، يؤدون الصلاه المكتوبه لوقتها كما قال الله سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوتا. يعني ايه موقوتا؟ يعني له وقت محدد ومعين ينبغي ان تؤدى فيه، مش الصلاه ممدوده يقول لك يا عم العشاء ممدوده صليها بقى الساعه 1 بالليل 2 بالليل، خطا. بعض الناس تفهم خطا العشاء الى منتصف الليل بعد ذلك يكون بقى قضاء، فبعض الناس يقول لك العشاء ممدوده لغايه الفجر، خطا. وكذلك برضو ايه المغرب غريب وكلام كده بقى من بعض الناس يعني. فاستهان بامر الصلاه ويجمع الصلوات على بعضها ده اللي بيصلي، والأسوأ طبعا والاقبح انه ايه الذي لا يصلي. فهنا استثنى الله سبحانه وتعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. ولذلك يعني ورد عن اظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه او الامام احمد حينما قال مثال عمر بن الخطاب لما قال حظ المسلم من الاسلام كتعظيمه لقدر الصلاه. لو الواحد عايز يعرف حظه من الاسلام كم يكون فينظر الى تعظيمه للصلاه، لو هو بيعظم الصلاه حق التعظيم فيكون قدر الإسلام عنده، لأن الصلاة طبعا هي أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة. والصلاة هي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبي صلى الله عليه وسلم في مكان عظيم في ليلة الإسراء والمعراج، يعني مشافهة فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي، لم يكن بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فرضها الله عز وجل عليهم مباشرة. فالصلاة أمرها عظيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة طبعا هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. يقول الشيخ الأشقر المراد هو الزكاة المفروضة وقيل صلة الرحم. والذين في أموالهم حق معلوم يعني قيل صلة الرحم وقيل هي الزكاة المفروضة. وبعض المفسرين قالوا ان لما ذكر الله سبحانه وتعالى الزكاه المفروضه يعني كان البعض اعترض قال هذه السوره ايه، احنا قلنا سوره المعارج سوره مكيه ولا مدنيه امبارح؟ مكيه يعني قبل الهجره لم تكن الزكاه فرضت بعده، فكيف تذكر فيها الزكاه؟ فقالوا ان الله سبحانه وتعالى ذكرها على العموم، اما التفصيلات فذكرت ايه بعد الهجره، تفصيل بقى الزكاة، زكاة الزروع والثمار وزكاة المال وغير ذلك بالتفاصيل هذه فصلت بعد الهجرة لما استقر الإيمان في نفوس الصحابة رضوان الله عليه، لأن أغلب الأحكام أجلت إلى إيه؟ إلى بعد الهجرة لما استقر المسلمون في المدينة واستقر عندهم الإيمان فنزلت الأحكام، فحينما تنزل الأحكام يقولون إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم كلمة والذين في أموالهم حق معلوم المراد هي الزكاة المفروضة، وهذا الأرجح. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقد تقدم تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات.
طبعا السائل هو الذي يسأل، يعني يطلب ويتصور يظن فيه أنه فقير، والمحروم الذي ليس عنده شيء. ولما يذكر هنا السائل ويقرن به المحروم، فكأن السائل هو الفقير والمحروم هو المسكين. طب ايه الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير هو الذي ليس عنده شيء، او يعني عنده يعني قليل، يعني فقير في المال او في الدخل او غير ذلك. اما المسكين فقد يكون عنده شيء ولكنه لا يكفيه. يعني ممكن واحد يكون بيقبض 3000 جنيه في الشهر ويسمى مسكينا، عنده 10 اولاد هيكفوا 3 في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ طبعا يعني مش هيكف، فهذا يسمى ايه؟ مسكين. واحنا قبل كده قلناها مره لما احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى حين وصف في سوره الكهف، واما السفينه فكانت لمساكين، يعني مساكين وعندهم سفينه، سفينه دلوقتي يعني بتاعه الناس اللي هم الكبار، لكنها لا تكفيهم. مساكين هم كان عندهم دخل ويصطادون السمك وغير ذلك، لكن هذا الدخل لا يكفيهم، فسموا مساكين. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، والمقصود بيوم الدين هو يوم القيامة، لا يشكون فيه ولا يجحدونه. واحنا قلنا يوم الدين، يعني ايه كلمة يوم الدين؟ مرت علينا اكثر من مرة. يوم دين الله العباد بعمل، يعني ايه دين الله العباد بعمل؟ ماشي، يوم الجزاء والحساب. الدين اللي هو الجزاء والحساب، اللي هي في سورة الفاتحة مرت علينا حتى، مالك يوم الدين. والذين يصدقون بيوم الدين، يعني من هؤلاء المستثنون من صفة الهلع والجزع، هم من حافظ على الصلاة وأدى حق الله سبحانه وتعالى في المال وصدق بيوم الدين كذلك. وإن يعني إن بنى أو ترتب على هذا التصديق، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة، يعني برغم أنهم مطيعون لله سبحانه وتعالى إلا أنهم مشفقون. لذلك يعني ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن جمع طاعة وشفقة، وإن الفاجر جمع تفريطا وأمنا، يعني هو فرط في حق الله سبحانه وتعالى ويظن أنه آمن، أما المؤمن فجمع طاعة وهو مشفق. ولذلك يعني كما ورد قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هو بيعمل كل الطاعات وإيه؟ ويخاف ويخشى من الله سبحانه وتعالى. أما الفاجر فقد جمع تفريطا وأمنا، هو مفرط أصلا في حق الله ويظن أنه آمن من عذاب الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لماذا؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا ينبغي أن يأمنه أحد، وإن حق كل أحد أن يخافه. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله هم العادون، قد تقدم تفسيره في أول سورة المؤمنون، زي ما قلنا أنه الشيخ الأشقر أصلا مفسر له القرآن كله. فطبعا الذين هم لفروجهم حافظون، يعني يحفظون فروجهم من فعل الفاحشة، من فعل الزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى، يحفظونها. وقيل أيضا هم فروجهم حافظون، يعني يحفظونها من النظر إليه. والذين هم لفروجهم حافظون، إلا استثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إلا على أزواجهم، المرأة التي تزوجها الرجل، وهذا هو العقد الصحيح الوحيد الذي يحل الاستمتاع بالمرأة، العقد الصحيح هذا عقد. والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وطبعا ملكة اليمين هي المرأة التي تسبى في الحرب، لما يكون في حرب بين المسلمين وبين الكفار، فتكون نساء الكفار اسمهم ايه؟ سبايا، وتكون ملكة يمين. وطبعا ملكة اليمين كانت موجودة في بداية الإسلام، وكان موجود الرقيق لأنه كان منتشر بين العرب، ولكن كثيرا ما دعا الإسلام لعتق الرقيق، حتى في كثير من الكفارات لها في كلمة ايه؟ عتق رقبة، في كفارة القتل، كفارة الظهر،
كفارة اليمين، فكان العتق ورغب الإسلام في العتق حتى يخلص الناس من هذا الرقيق، لكنه كان موجودا. ولو تصور أنه يكون موجودا فلا شيء في ذلك، ليس في تنقيص، بل إن يعني لو يعني تتبعنا عظمة الإسلام في أمر العباد وأمر أتباعه بأن يحسنوا إلى الرقيق وأن يعتقوا الرقيق، وأن لتمنى الواحد أن يكون رقيق عند هذا الذي يعني يحسن إليه ويطعمه مما طعم ويسقيه مما شرب ويلبسه مما لبس، فكأنه واحدا من أهل البيت. فهنا ملكة اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه ملكة اليمين التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فإنهم غير ملومين، غير ملومين يعني لا يلام على ذلك، لأن هذا مما أحله الله عز وجل. طبعا انتشر في هذه الفترة أو كان يعني من فترة كده حاجة اسمها يقول لك إيه زواج ملكة اليمين، واحد كده ربنا يهديه، شافه ربنا يهديه ولا ندعي عليه. المهم يعني فطلع وكأنه اخترع أو اكتشف يعني سر الذرة التي لم يصل إليها أحد منذ أكثر من 1400 سنة، حتى ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أنا بس جات لي فكرة كده إن إحنا نعمل إيه زواج ملكة اليمين، إن واحدة تيجي الواحد وتقول له ملكتك نفسي وتبقى ملكة اليمين وخلاص خلص الموضوع. إيه ده؟ من أي شرع وأي دين ومن أين أتيت بهذا؟ وكأن المسلمين غافلين عن هذا الحكم الجهبذي الذي لم يأتي به أحد. يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ فقال خلاص نعمل ملكة اليمين، وبعد بعد اخترع بقى جديد بقى طور بقى الموضوع وقال لك إن ملكة اليمين يجوز إن هي تخرج بشعرها ومتبرجة، فأسهل حاجة عشان نخلي النساء تخرج متبرجات إن إحنا إيه كله يتزوج ملكة اليمين وتخرج بقى إيه كده. وطبعا يعني تأليف وإخراج وحسبي الله ونعم الوكيل، هؤلاء أصحاب اللي بيقولوا عليهم الفكر الإسلامي المستنير، وليس مستنير ولا شيء والله، ولكنه مظلم والعياذ بالله. فهنا قال إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك من فعل الفاحشة، امرأة لا تحل له من فعل الفاحشة بأي شيء لا يحل له، فهذا من الاعتداء وهذا مما يحرمه الله سبحانه وتعالى، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك أيضا من صفات المستثنون أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني لا يخلون بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليها ولا ينقضون شيئا من العهود التي يعقدونها على أنفسهم. فمن صفات هؤلاء الناس أنهم إيه؟ أن هؤلاء المستثنون أنهم لأماناتهم، وهي صفة الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه إيه؟ الصادق الأمين حتى قبل البعثة، قبل البعثة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهنا وصف الله قال الذين والذين هم لأماناتهم وعهدهم كذلك أيضا يوفون إيه؟ بالعهود إذا ما عاهدوا ووعدوا، لأن المنافق هو الذي يخلف الوعد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون ويؤدونها على الوجه الذي اتفقوا عليه. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني من صفاتهم أنهم يقيمون الشهادة على وجهها على من كانت عليه من قريب أو بعيد، رفيع أو وضيع، ولا يكتمونها ولا يغيرونها. فيؤدون الشهادة لا يشهدون بالزور ولا يكتمون الشهادة إذا طلبت منهم. وذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، فقال إن الله يأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، في سورة إيه؟ سورة النساء، قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين أو الوالدين أو الأقربين. وفي سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم يكون في شهادته عادلا. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي لا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ولا يفعلون ما يحيطها ما يحبطها ويبطل ثوابها. والذين هم على صلاتهم يحافظون. سورة المؤمنون كان لفظ الجمع والذين هم على صلواتهم، هنا بالإفراد صلاتهم، وفي المؤمنون كانت إيه؟ صلواته. وهنا طبعا فإذا نشوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور بين الصلاتين، يعني في الأول خلاص قال إيه
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختمها الذين هم على صلاتهم يحافظون. ثم ذكر بعض الأمور إيه بينهما، وهذا لتعظيم قدر الصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، يعني مستقرون فيها، مكرمون بأنواع الكرامات. فلا شك أن دخول الجنة كرامة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والذي أولئك في جنات مكرمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى في يعني أواخر هذه السورة مخاطبا يعني أهل مكة وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني حواليك مسرعين إلى التكذيب ويستهزئون بك، وقيل مهطعين مادي أعناقهم مديم النظر إليك. فكلمة مهطعين من الإهطاع، وهو السير بسرعة. يعني قيل: فما الذي كفر قبلك، قبلك يعني تجاهك، قبل الشيء يعني تجاهه، فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة ويمدون أعناقهم ويتجهون ببصرهم. فما الذين كفروا قبلك مهطعين، فكأن نظرهم نظر استهزاء وسخرية. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله عزين، يعني جماعات متفرقة. عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يعني هم بسبب كفرهم واستكبارهم يريدون أن يدخلوا الجنة، ولكن على أي شيء؟ ومر علينا في سورة المدثر: لأوتين مالا وولدا، يظن أنه سوف يؤتى مال في الجنة، ولو كان يعني في هناك دخول الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى منكرا عليهم: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ فكيف يدخل الجنة وهو لم يؤمن بالله عز وجل؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، يأتيهم الرد القاسي: إنا خلقناهم مما يعلمون. يعني خلقناهم من مما يعلمون، أي المني القذر الذي يعلمون به، فلا ينبغي لهم هذا التكبر. أخرج أحمد وابن ماجه وابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، كلا إن خلقناهم، إلى قوله يعني كلا إن خلقناهم مما يعلمون. ثم بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه ووضع عليها أصبعه وقال: يقول الله ابن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ يعني لماذا تفعل، ولماذا تتكبر، ولماذا تتجبر، ولماذا تحيد عن منهج أمر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تتكبر وأنت من نطفة؟ وذلك ورد عن بعض السلف أنه قال: علام يتكبر الإنسان أوله نطفة قذرة أو مذرة، وآخره جيفة مذرة، يعني جيفة تلقى في القبر، وهو بينهما يحمل العذرة، يحمل الفضلات في داخله. فلماذا يتكبر الإنسان؟ ما ينبغي أن يتكبر. كلا إن خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يعني لا أقسم أي فأقسم، وإحنا مرت علينا أكثر من مرة اللي هو تعبير لا أقسم، ليس المقصود فيه نفي القسم، ولكن المقصود به إيه؟ إثبات القسم، وهذا أسلوب من أساليب العرب في إثبات القسم. وطبعا إحنا قلنا قيل قبل كده برضو إنه في بعض ما قالوا نفي أمر سابق، فلا يعني ليس كما يزعم الكفار أقسم بما، ليس كما يزعم الكفار من التكذيب بالبعث والنشور ويوم القيامة، أقسم بما، أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، يعني مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه. وإحنا مرت علينا قلنا إن المشارق جمعت وذكرت على سبيل التثنية وذكرت على سبيل الإيه؟ الإفراد، رب المشرق والمغرب اللي هو الجنس، جنس المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين. أحد الأقوال إنهم المشرقين، يعني مشرق الشمس والقمر، مشرق الشمس ومشرق القمر، يبقى ده مشرقين. والمغربين يا مغرب الشمس ومغرب القمر. وقيل مشرق الصيف والشتاء، الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق في الايه؟ في الشتاء، يبقى المشرقين. والمغرب في الايه؟ كذلك في الصيف والشتاء. هذه بعض الأقوال التي ذكرت. وهنا قال رب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، تمام؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. يقسم الله تبارك وتعالى أنه قادر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون سبحانه وتعالى. فلا أقسم رب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يعني أطوع لله ممن عصوه ونهلك هؤلاء، وما نحن بمسبوقين يعني بمغلوبين إن أردنا ذلك سبحانه وتعالى. وذلك ربنا قال للمؤمن حتى يعني يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذي يعصي والذي يتولى لن يضر إلا نفسه، لن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يخوضوا يعني في باطلهم، يعني في باطلهم. والخوض أصل الخوض إيه؟ أصل الخوض هو المشي في المخاضة. المخاضة اللي هي إيه؟ اللي هي لما يكون فيه ماء وتراب، هذه تسمى مخاضة، طين يعني. فالإنسان الذي يمشي في المخاضة هذا اسمه إيه؟ يخوض، يمشي فيه. ثم استعمل هذا التعبير لكل ما يتكلم في الباطل، يعني ما حد يقعد يتكلم في الباطل يقول لك فلان ده إيه؟ يخوض، يخوض في الكلام. فهنا قال فذرهم يخوضوا يعني يتكلموا ويكثروا من الكلام في الباطل، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ويلعبوا أي في دنياهم، واشتغل أنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أمرت به، ولا يعظمن عليك ما هم عليه أو ما هم فيه، فليس عليك إلا البلاغ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. هذا اليوم الذي يوعدون يعني وعدهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم به، هذا يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا وهي القبور. كلمة الأجداث يعني إيه؟ الأجداث يعني القبور. سراعا يعني مسرعين، كأنهم إلى نصب يعني إلى شيء منصوب، علم أو راية يوفضون أي يسرعون يتسابقون إليه. وكلمة نصب أيضا قيل إن هي معناها الحجارة، النصب اللي هو التماثيل والنصب التي كانوا ينصبونها، قيل إن هي الحجارة وقيل هي الأصنام، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها للعبادة، كأنهم إلى نصب، إما إلى صنم أو وثن أو حجارة يذهبون إليها، كأنهم إلى نصب يوفضون يعني يسرعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة يعني ذليلة، لا يرفعونها، لا يتوقعون لما يتوقعونه من العذاب، ترهقهم ذلة يعني تغشاهم ذلة شديدة. خاشعة أبصارهم، خاشعة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم، تأكيد لهذا اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وهو يوم القيامة.